فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. صباح الفل عليك. صباح الفل حبيبي الحفل الكريم السادة الحضور في هذا العرس الرياضي الكبير في افتتاح الأسبوع الثالث الرياضي لفتيات الجامعات المصرية برحاب جميع القناص.